مشكلة العرج عند الطفل هل هي بتكون حسب إصابة جسدية أم هل هي ممكن يكون لها علاقة بتشوه خلقي؟ أو كثير من الاستفسارات يلي بيسأل عنها الأهل لما بينصاب الطفل بهي الحالة. تماماً يا سلمى، وأوقات هاي الحالة ممكن تبلش بأول مشيته للطفل، وكثير من الأهل ممكن يسبب لهم هذا الشيء قلق بمشية الطفل، وإذا استمر هذا التعرج لفترة طويلة بدون ما يكون في إصابة جسدية أو حالة طبية كامنة، فممكن هالشيء يكون بدل على علامات هي الأكثر خطورة، وفوراً لازم يشوفوا ويستشيروا الأخصائي العظمية لحتى يطمنوا على صحة طفلهم. اليوم كثير من الاستفسارات، وايضا رح نتعرف على الاسباب وطرق العلاج والتشخيص الصحيح لهي المشكله عند الاطفال مع الدكتور جهاد الحاج ابراهيم، اختصاصي جراحه عظميه، وهو ايضا رئيس الجمعيه السوريه للجراحه العظميه. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير دكتور. اهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش من تعريف العرج، شو هو مشكله العرج، شو سببها او منشأها الحقيقي؟ بلش نحن بالسير عند الطفل. الطفل بعض الأحيان ببلش سنة 8 شهور لسنة وشهرين لازم يكون الطفل مشي. هلأ الطفل وقت اللي بيمشي الحقيقة بالسير تبعه غير متصم، هذا طبيعي. يعني الطفل لسه ما الكمبيوتر تبعه ما برمج المشي. نحن منراقب الطفل إذا كان في شيء لا سمح الله، لكن الطفل بيمشي وبهو عم يحط رجله لقدام ورجله لورا، مرة واقف على رؤوس أصابعه، مرة على كعابه، مرة ما بيعرف يمشي، ومرة عدم اتزان. منراقب هذا الموضوع. نحن بعد بسنة ونص للسنتين المفروض الطفل بقى يمشي بشكل مقبول. في بعض الأحيان الأطفال بتأخروا بالمشي، لازم نراجع الطبيب. يعني للسنتين طفل ما مشي، سنة ونص سنتين ما مشي، في عنده مشكلة. هون نحن منراجع الطبيب. هلا خلينا نكمل لقدام بالمشي على السنتين. بيمشي الطفل احيانا كمان باقدام، احيانا بيجي الطفل بدوران داخلي للقدم، احيانا بيجي لعندي الاهل اللي عندي قدم مسطحه، بيكون عندي الطفل عندهم تقوس. الطفل نحن لحتى نحسن نقول انه عندي مشكله هي بسن متقدم شوي، لكن نحن المفروض نتابعه من هالوقت. وقت بيجي الاهل بالسنه ونص نتابع، شوف الطبيب يقيمه. هلا من أسوأ الامور بصير عن طفل هو اللي بصير بالعرج، هو الحقيقه خلع ورك ولادي. هلا خلع الورك الولادي هو المفروض الام اثناء الطفل وعم يتحفظ ما بيفتح الحوض بشكل جيد حتى تحط الحفوضه، في صعوبه، فلذلك بصير انتباه هذا الموضوع. واحد اثنين، اذا تسرب الطفل وما انفحص بعد الولاده. ثلاثه، بعض الاحيان بيكون الطفل عنده شيء اسمه رخاوه مفاصل، هذا كمان ممكن يسبب لي أن يكون في عندي. نحن عم نحكي على خلع الورك الولادي. أربعة، ممكن يكون الطرفين مخلوعين، ما بيميز أنه في عندي بيكون في عرج، طرفين مخلوعين، لكن هذا الطفل بيمشي اسمه مشية البطة. إذا لاحظت الأم بلشت أنه خلع، أو لاحظت أنه الطفل غير مشيته معجب، بتراجع الطبيب مباشرة. هلا توصل المريض لعند طبيب جراحة العظمية اللي عنده خبرة، أكيد وصلنا نحن لبر الأمان. يعني نحن على الأقل نطلب نحن صورة شعاعية بسيطة. هلا هل يمكن اكتشاف الخلع الولادي؟ بيكون نحن عم نحكي عن الخلع الولادي، ممكن يكون قبل الإيكو. الحقيقة ما كثير نحن في عنا قراءة دقيقة للإيكو، يمكن كشف، لكن بده يكون إيدها خبيرة لحتى يبين انه عندي خلع. بدي بسن الاربع شهور خمس شهور، هذا علاجه بسيط جدا. اذا حسنا نحن نشخص الطفل عنده خلع ولادي بسن الخمسة اشهر، علاجه بسيط جدا، وعلاجه يعني تقريبا فوق 90% ناجح. هلا الطفل مشي ما انتبهنا له انه عم يخلق، انه عنده مشكله بالحوض. بلش الطفل بلش يعرج. هلا العرج خلع ولادي، هذا بسن نقدر نكشفه. السبب الثاني، بعض الاحيان بيكون عندي بعض الافات الدماغيه، بيكون عند الطفل بصير عنده ضمور عضلي، بصير عندي انا تشوهات عند الطفل. المفروض نحن نشوفها الام هي عم تحفظ طفلها، عم تشوفه، لازم تنتبه لهذا الموضوع. ثلاثه، العمود الفقري.
هلا الحوض مع العمود الفقري بعض احيانا بيكون في اطفال عنده تشوهات. هلا الام لازم تنتبه للموضوع انه انا في عندي العمود الفقري ما هو راكز عند الطفل. الطفل لسن معينه بحسن يوقف وينصب راسه. اذا استمر الطفل ما عم يحسن ينصب راسه بالسنه والشهرين سنه واربع شهور بلش لساته الطفل انا عندي مشكله عصبيه. راجع طبيب اطفال، طبيب جراح عظميه او حتى طبيب الاطفال، كمان اطباء الاطفال اكفاء وعندهم امكانيات ممتازه جدا وشخصوا الحالي على الاقل بيوجهونا. راجع طبيب عصبيه اطفال. هلا طفل بلش مشي وبعد فتره صار يعوج. بالسنتين دكتور ما كان ابني يعوج، عم اشعره هلا عم يعوج. هلا ممكن يكون عرج نتيجه رض. هذا موضوع ممكن الطفل يكون فيه رض، في جرح برجله، في عندي اي مشكله، هذا نحن لازم نتابعه. هلا طلعنا بشوي للاربع سنوات. الاربع سنوات في عندي مرض اسمه داء بيرتس. للاسف الشديد داء بيرتس هو مرض بسيط تموت براس الفخذ. هلا هذا المرض مك على طول بينكشف بشكل سهل. الطفل احيانا بيشكو من الم بمفصل ركبه. بمشي الطفل بنوجع بيعرج نتيجة ألم مفصل ركبي وبصير التوجع على المفصل، لكن هي المشكلة فوق بالحوض. لذلك أي طفل يشكو من ألم مفاصل ركبي لازم نعمل صورة للحوض. هذا نحن الحكي نحكي عم نحكي عن داء بيرتس. هذا داء بيرتس هو تموت برأس الفخذ. هلا هون بقى الطبيب هو اللي بيقدر يقيم هذا الموضوع، بفحصه بيقيمه بيطلب صور شعاعية بيراقبه. إذا كان عنده مشكلة بيظل تحت المراقبة هذا الطفل. هلا طلعنا لفوق شوي نحن بعد الأربع سنوات، خمس سنوات، ست سنوات. في شيء أطفال عندي أنا بسميهم هذول أطفال شوي لقدام بصير عندي ألم مفاصل وعرج، اسمه هذا نحن من سندروم جروس، هذا نتيجة النمو. آلام المفاصل عند النمو. بيجينا كثير أطفال بيمشي الطفل دكتور ما عم يحسن يمشي 100 متر بدي ارفس يقعد عم يتعب. هذا الموضوع هيك. هذا النمو عند الاطفال. هلا كمان هذا نحن بنراقبه، بناخذ الموضوع على محمل الجلد بنشوف اذا في حراره. هلا بعض الاحيان بيكون عند الاطفال حراره ليليه ما لنا منتبهين، لازم نتابع الحراره. اذا كان في عندي انا شيء اسمه التهاب لوزات مزمن، كمان بنميز نبعد عن شيء اسمه التهاب مفاصل روماتيزم. كل الامور هي تدخل تحت هذا الموضوع. القصه ما هنالك انه احنا نراقب الطفل ومباشره نعرف نتوجه لعند الطبيب. هلا اذا بينت عندي في ازياد دماغيه ببين الطفل انه في عندي انا ضمور عضلي. الضمور العضلي هذا الضعف العضلي بالطرف ببين الطفل انه هذا عنده مشكله. بصير عندي انا قصر بالطرف وبصير عندي الطفل ما عم يمشي بشكل جيد. ساعتها نحن بنقيم الحالة وبنحط خطة لعلاج هيك أطفال. طيب دكتور، ممكن نشوف كثير أطفال بيشكوا لأهليهم أنه أنا موجوع من إيدي من رجلي من جهة ما ممكن تظهر عليهم بعض الأعراض الأهل يتجاهلوها للأسف. ما بدنا نقول أنه والله أي عارض نحن فورا منا نروح للتدخل الطبي، بس شو هي الأعراض والمؤشرات اللي بتستدعي التدخل الطبي وبشكل سريع خلينا نقول؟ هلا الحقيقه نحن براجعنا على العياده كثير انه ابني بيروح بيلعب وما في شيء بيكون عم ينط وما في شيء، بس يوصل على البيت يقعد بصير اخ واخ. هلا اذا كان في عندي مشاكل انا بالراحه وبالتعب، يعني الطفل بيكون عنده الام بكل الاوقات. اهم الالام اللي عندي ممكن يكون عنده حمات تيفيه مالطيه او الروماتيزم نحن اللي بنحكي عنه. هذا الرضوض، في شيء اسمه التهاب مفصل الورك عارض. طفل عنده ألم بمفصل الورك عم يمشي عم يعوج. بنصوره ما في شيء، بنعمل له تحاليل. في شيء اسمه التهاب مفصل الورك عارض. هذا التهاب مفصل الورك عارض هو بده مراقبة، نعمل له تحاليل المريض والراحة. هلا الطفل ما عم يرتاح معنا على طول. ما بتحسن أنت تقيد الطفل. أحيانا نضطر إلا نحط له جبسين نحن بده يتحرك. تحدد من حركة المريض. هذا اللي نحن بيساعدنا نحن على إنه نحن نساعد المريض على الشفاء. هلا اذا تكررت القصه اكثر من مره ساعتها نحن بنصير نتوسع بقى بالاستقصاءات. كمان نحن مو والله الطفل والله عم
امبارح الاسبوع الماضي ابني عراج رجله شوي شعت شوي. نحن بنراقب الموضوع انه اذا كانت تكررت القصه لاكثر من يوم وصار عندي اعراض مزعجه وصار الطفل يعاني، ساعتها نحن مباشره الطفل بيوع بينفكش رجله، معرض لكل، حتى معرض للكسر الطفل، انه معرض انه يوع سقوط، ما سقوط قوي بيؤدي الى الكسر. طيب بس استفسار دكتور، اليوم اذا الطفل كان عنده مشكله من المشاكل اللي شرحتها بالبدايه المسببه للعرج عند الاطفال وما تم اكتشافها باكرا، خصوصا حضرتك قلت ممكن تكتشف بالاربع او خمسة شهور، ما تم اكتشافها، فصارت هاي المشكله يعني بداوا بعد السنه وسنه وشوي لينتبهوا انه هو عنده مشكله بالمشي او بطريقه، هل الحلول نفسها الحلول العلاجيه او صار بقى بدها مرحله اصعب صارت بالعلاج؟ والمرحله المتقدمه هي جراحي للاسف. اي هل بس بهذا الوقت صار بدهم جراحه؟ بدهم جراحه حسب العمر. يعني هدول المرضى اللي عندهم مشاكل هذا صار بده جراحه، خلع الورك الولادي صار بده جراحه. لانه كبر. طبعا لانه انا صار عندي هروب راس الفخذ من الجوف الحقي، هذا ما بيرجعه غير الجراحه. يعني نحن كنا ممكن نمشي الامور بحفاظ او بجهاز نحن دينس براون بنحطه للطفل، كانت تمشي الامور بشكل جيد. هلا اضطرينا نحن للجراحه. دايبرتس هو الاكثر شاغلنا كثير نحن الحقيقه، هذا 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 ما في له غير الراحه، واحيانا بنضطر للمريض نجبصنه بين 3 إلى 6 شهور احيانا، ما في حل والا بتموت راس الفخذ، وهو هذا بضل تحت المراقبه. الحراره، العرج الماشي عند الطفل، ضمور العضلي، ميلان العمود الفقري، هدول اكثر الاسباب، هدول اكثر الامور لازم نتابعها عند الاهل. الطفل ما بيحسن يقعد ويتربع، هذا موضوع بينتبهوا الاهل. هلا في عندي احيانا الطفل بيمشي بطريقه مثل ما قلت لك، احيانا على رؤوس اصابعه واحيانا على كعبه، طول بالنا شوي بتتحسن الامور، لسه الكمبيوتر ما اخذ الداتا بشكل جيد لحتى يعطي للطفل اوامر لحتى ينقل الخطوات. الخطوات هي عبارة عن كمبيوتر عم يعطي أمر باس، نقول الطرف، نقول ثبت على الأرض، نقول الطرف الثاني هيك، هي كلها أوامر دماغية بس لحتى تتعبى هالمعلومات تتعبى. هلأ نحن بدنا نعبي المعلومات بشكل جيد، هذا هذا الأمر. أول شيء خلي الطفل نحن نلبسه حذاء مريح، ما مباشرة نحن عندي قدم مسطحة سنة، الطفل عمره سنة وثلاث شهور لبسه بوتس وقدم مسطحة أو حذاء ثقيل، نطول بالنا نحن، هاي الأقدام المسطحة بتتصلح، غالبيتها بتتصلح. الكساح اللي عندي تقوس بالساقين أو فحش بالركبتين هذا كمان هذا بتصلح، كمان هذا له علاج، هذا من نقص الفيتامين د وقلة تعرض الطفل للشمس. هلا في عندي أمراض وراثية، هذا موضوع صفي بقى، نحن بدنا ناخذ القصة العائلية والوراثية، هون بقى دخلنا بموضوع آخر. طبعا دكتور يعني يطول الحديث وان شاء الله هيك بفقرات قادمه بنوضح اكثر عن هي المشكله وبنحكي عن الامراض الوراثيه. شكرا لك دكتور جهاد واهلا وسهلا فيك. شكرا لحضرتك. شكرا لك ولوجودك. شكرا لحضرتك.